اتوقع ان شاء الله النصر. كم؟ 2-1. ما تتوقع الهلال بعد تغيير المدرب بعد التجهيزات الاخيره انه والنصر جاي من هزيمتين ان الهلال ممكن يتغلب على النصر؟ والله شوف كلامك صحيح انه ممكن يتغير وضع الهلال مع تغيير المدرب، اكيد شيء طبيعي، نفسيه اللاعبين والطريقه بتختلف وكذا، لكن النصر لو صلح الاخطاء حقته اللي هي في المباراه الاخيريه له الثغرات اللي في الدفاع ولخبطة الهجوم، أتوقع أنه يقدر يكسب المباراة إن شاء الله. والله هلالي الحمد لله طبعا. طيب توقعاتك مباراة الديربي هي النصر؟ إن شاء الله هلالية بإذن الله. يعني كم؟ يعني إحنا مرة نكثر على قولتهم، وها 2-1 يعني فارق هدف، فارق هدفين كويسات زين، يعني مع أن وضع الهلال يعني الأيام هذه يعني شوي لك عليها، لكن إحنا نتمنى من الله إن شاء الله بإذن الله يوفقهم. طيب. النصر جاي من هزيمتين متتالية، ما تتوقع بيعوض على حساب الهلال؟ والله شوف هو يعني الديربي غير عن كل مباراة، يعني صراحة يعني الديربي يعني له أجواء ثانية ويكون فيه اللاعبين طاقة زيادة أو حماس زيادة تقريبا، فما هذه توقعات يعني توقعات أولية نعتبرها، يعني سواء 2-1 أو 3-1 هذه أشياء يعني إن شاء الله بإذن الله أنها هلالية هي، بس نبغاها يعني يكون ديربي كويس. كيف تشوف مباراة الهلال والنصر بعد بكره؟ ان شاء الله نصراوي يا رب. كم تتوقع؟ توقعاتي 2-1. نصراوي ولا هلالي؟ لا هلالي اكيد. كيف تشوف مباراة الهلال والنصر؟ كم كان؟ ان شاء الله 2-0 للهلال. ما تتوقع النصر يعوض على حسابكم؟ لا ان شاء الله. ان شاء الله انه يرجع الهلال على بوابة النصر. يرجع بالصدارة باذن الله. ان شاء الله انها هلالية. كم تتوقع؟ 2-1 الهلال ان شاء الله. 2-1 النصر. لا النصر. لا ان شاء الله الهلال يعني ظل مضى ان شاء الله انه يتوفق يعني على النصر. النصر مهزوم مباراتين ورا بعض، ما تتوقع يعوض على حساب الهلال؟ لا ما اتوقع، لان عندهم الوضع شوي ما هو بزي الهلال حاليا. يسويها النصر؟ يسويها 2-1 صدقني. بس النصر وضعه صعب الايام هذه. وضعه صعب بس بيجيبها. يسويها النصر؟ يسويها. ما شوف اذا سواها فالمشكله من عند اللعيبه، بس الحين تغير مدرب عرفت، فرجع كل واحد مركزه، راسفان تعرف لعب بالمراكز كامله، فان شاء الله ان كل واحد مركزه الحين وفي يعني الدكه وكل شيء بتطلع يعني الهلال الموسم هذا طلع بدايه وبعدين نزل، فممكن احتمال اتوقعها نصراويه يعني، والنصر يحاول انه يطلع يعدل مكانه في الدوري. كل التوفيق للفريق. قال لك اتوقع نصراويه ممكن 2-1 3-1 تقريبا. يقدر النصر على الهلال 3؟ يقدر دام انه سواها في كاس السوبر اكيد بيقدر، ما عليك. طيب النصر جاي من هزيمتين متتاليه وفاز على الهلال في كاس السوبر. فاز اي نعم. اتوقع انه يمكن يستمر بنتائجه على الهلال. والله انا اشوف الهلال يعني بعد تغيير المدرب ان شاء الله راجعين بقوه، المباراه الاخيره يعني اثبتوا فيها كان فوز الحمد لله يعني قوي واداء مرضي، فان شاء الله يعني انها نفس ما يقولون اخذ ثار، والنصر جاي محبط بعد خساره مبارتين، ونفس ما انت عارف يعني اخر مباراه كانت هزيمه للهلال، فان شاء الله انها اخذ ثار زي ما يقولون ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله انها 3-4 ان شاء الله انها ما يقل يعني. والله مباراه قويه ديربي الرياض ما يختلف عليه اثنين، بس نقول ان شاء الله نصراويه. الهلال السنه هذه ها لك عليه، السنه الماضيه حتى النصر السنه هذه والله النصر بس متأملين خير، متأملين خير كثير ان شاء الله باقي الجايات احسن. باقي عندك امل يعني؟ الامل موجود، اذا فقدنا الامل ما نعتبر يعني مشجعين. في ناصر توقعاتك مباراه النصر والهلال الجاي؟ ان شاء الله الهلال ان شاء الله يعني 3 ان شاء الله باذن الله. بس النصر ما راح يسكت يعني جاي من هزيمتين ورا بعض، اكيد انه ناوي الفوز على الهلال. لا احنا نقول ان شاء الله مدرب جديد ان شاء الله يعني نقول ان شاء الله باذن الله يعني. اتوقع الهلال يسويها يعني؟ اي اتوقع. والله على المباراه الاخيره اتوقع ان النصر خلاص حسم ام الديربي يعني. اتوقع ان النصر تبي نتيجه يعني؟ اتوقع يا 3-1، احنا تعودنا على 3 طبعا. بس على حسب، اذا كان حمد الله مهتوي انا هنا اذا صار في الموت الهلال ما يفوز،
خذها مني. تتوقع ان الهلال يتقبل 3 مرتين من النصر تقريبا ظرف شهر؟ والله شوف النصر الهلال ترى ردوده دائما قاسيه، بس النصر اذا سيطر سيطر معروف من قبل 4 سنين 5 سنين يعني، اللهم الموسم هذا بس جاء فيه بس بعض الزعزعه، لكن ان شاء الله ان شاء الله ان النصراويه